بعد كده اللوحه الثانيه برضو تقيم التدريب المشترك. احنا يا احمد اكبر دوله عسكريه في العالم بتعمل تدريب مشترك. اللي قدامنا ده بتعمل 29 تدريب مشترك. منهم 6 خارج الحدود. تعال بص فوق على مصر وامريكا. مصر وامريكا. امريكا بتعمل تدريب جوي مشترك ده اول السنه. تسمع كلمه ايه؟ تدريب بحري عابر. يعني ايه؟ امريكا عندها فرقاطة جايه تعدي من قناه السويس. قبلها باسبوعين تقول لك والنبي الفرقاطة جاي عايزين يجي نتدرب معاكم. عابر. نطلع نتدرب وبتاع. تعال بص مثلا على ثالث بند فرنسا. فرنسا. 6 تدريب بحري عابر. احنا عندك سادس قوة بحرية في العالم النهاردة. وهنشوف بعد كده ليه. عندك 5 تدريب مشترك متعدد الجنسيات. الخلاصة الناس دي اللي بتطلب تتدرب معنا. انا ساعات بسميها زي برازيل الكرة المصرية. دولة بيتعمل معاها تدريبات عسكرية مصر. وبناء على طلب الاخر. تمام. جميل. بما فيهم امريكا. بما طبعا. تعال شوف بقى اللوحة التانية. جميلة. احنا قلنا اللوحة دي بيقول لك ايه؟ اولا هو بيتكلم على 145 دولة. تعال خش على السطر التاني الايركرافت. احنا تامن دولة في العالم عندها طيارات. من 145. فريجتس الفرقاطات. انت فاهم؟ احنا 10 دولة. انزل على الحتة الحمراء في السطر التالت ايركرافت كارير حاملات الطائرات. احنا ما عندناش حاملات طائرات. فاحنا 145 ما عندناش. لكن تعال خش على الهليكوبتر كارير. احنا رابع دولة في العالم لان احنا عندنا الاثنين. الديستروير. احنا ما عندناش مدمرات. فاحنا 145 احنا في الاخر. لان احنا في في في, في لما دمرنا اغرقنا ايلات في قدام بورسعيد. العالم كله لغى المدمرات. وكلنا بقينا فرقاطات. فده بيديك عوامل التقييم حتى داخل البتاع. خش بقى على صفحة الجيش المصري. طيب قبل الجيش المصري عشان كمان عندنا خبر مهم ايضا للجيش المصري. طبعا. وصول 3 طائرات مصرية عسكرية الى مطار دمشق الدولي. قدام حضراتكم لحظة وصول الطائرات التي امر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بارسال 3 طائرات عسكرية مصرية محملة بمساعدات اغاثية للشعب السوري الحبيب. الشعب السوري الشقيق. قدام حضراتكم اهو من الشعب المصري الى الشعب السوري الشقيق. وزي ما احنا بنتابع وصول الطائرات المصرية العسكرية الى مطار دمشق الدولي بتكليف من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. تنقل اكثر من 52 طن من المساعدات المصرية التي تحملها هذه الطائرات. 3 طائرات مصرية عسكرية بتنقل المساعدات المصرية لإغاثة المتضررين من الزلزال الذي وقع بالامس في سوريا الشقيقه. اتفضل يا فندم. طبعا ما حدش يقول ان احنا اتاخرنا، احنا استنينا يوم لحد ما جمعنا الطلبات. فاهمني يا احمد؟ جمعنا الطلبات وبالتالي بناء على احتياجاتهم احنا بعتنا كلام. نرجع بقى لجلوبال فاير باور. دي الصفحه بتاعت مصر. الجيش المصري اهو. كل الكلام ده على الانترنت يا احمد، ما نجيبش حاجه من عندنا. افتح الانترنت جلوبال فاير باور هيطلع لك. كويس. ادي صفحه الجيش المصري. ترتيبنا ال 14. كويس. عدد الجنود في الخدمه